ابتداء من 16 من فبراير سيخرج الحوثيون من قائمة الإرهاب الأمريكية اعترافا بالوضع الإنساني المتردي في اليمن بعد تحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وأعضاء الكونغرس من أن التصنيف قد يكون له تأثير على حصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية الأساسية. أعتقد أن جهود إدارة بايدن للفصل بين الأزمة الإنسانية في اليمن والجهود الدبلوماسية لحل النزاع مهمة. ستبقي واشنطن عينها على تصرفات الحوثيين وستتصرف بناء على ذلك في الوقت الذي يعمل فيه مبعوثها تيم ليندر كينغ على المسار الدبلوماسي لحل النزاع. أعرف تيم جيدا وأنا متفائل مما سيقدمه من جهد لحل هذا النزاع وضمان أمن حلفائنا في المنطقة. ولم تخف الولايات المتحدة قلقها من تصرفات الحوثيين سواء داخل اليمن من خلال القمع الذي تمارسه في المناطق التي تسيطر عليها ومنع واحتكار المساعدات الإنسانية أو خارجها من خلال تهديد أمن دول الجوار عن طريق الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية وتهديد الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها ستبقي العقوبات على قيادي جماعة الحوثي وكل من ثبتت مسؤوليته في هذه الانتهاكات. من الجيد أن تعمل الإدارة الأمريكية مع الأمم المتحدة وباقي الشركاء لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ولكن لا يجب أن يكون ذلك الأولوية التي سيتم التركيز عليها. يجب أن يتم التركيز على ضمان أمن حلفائنا في المنطقة، فهذه الحرب طالت أكثر من اللازم وتشكل تهديدا لأمن المنطقة، بالتالي يجب أيضا جعل إنهاء النزاع أولوية قد تؤدي إلى وصول المساعدات كنتيجة حتمية. وقد أكدت الخارجية الأمريكية أنها لن تغفل عينها عن تهديدات الحوثيين والتي يتم تنفيذ العديد منها بدعم من إيران، مع تجديد التزام واشنطن بمساعدة شركاء الولايات المتحدة في الخليج على الدفاع عن أنفسهم ضد أي تهديدات بما فيها تلك القادمة من اليمن. اعتمدت إدارة بايدن مع الحوثيين سياسة العصا والجزرة برفع اسمهم من لائحة الإرهاب حتى لا يكون هناك عائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها أبقت ولم تستبعد توسيع دائرة العقوبات على قيادي جماعة الحوثي في حال لم يبدو تجاوبا مع جهود إنهاء الحرب. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.